سلام القدس لكم وعليكم وسلام أستاذ القدس الكبير لك وعليك. ناصر الجليل، حياك الله وحيا الله جميع هؤلاء الأحباب من منتدى شباب القدس، وكذلك من أبنائنا من مؤسسة المنارة العالمية. أهلا وسهلا بكم إلى هذا اللقاء الذي يمثل جزءا أساسيا وقسما أساسيا من حركة المقاومة التي يقوم بها كوكب الأرض بكل الخيرين على ترابه وبكل الأرواح التي تتخلله ضد هؤلاء الأبارسة مجرمي الصهيونية وأذنابها والخونة الذين يرمون في رحابهم خلودا لا يجدونه وعزا لا يتوفر عند العدو المقصود، لأنه الآن في حالة ذل وارتكاسة وبداية نهاية لا ريب فيها تتجاوز مخاوف إيهود باراك من لعنة العقد الثامن، تتجاوز ما يصرح به الحاخامات من أنهم يشعرون بهذا الزوال، وتسخر من البقرات الحمر ومن العقائد التلمودية المزيفة، ولعلها تتوافق مع ما كان يدعو له ناتوري كارتا الذين واجهوا هرتزل والذين واجهوا الطيارات الصهيونية وقالوا تلك أرض منعنا من دخولها وفيها زوالنا. تتجاوز الملحمية وما انتظره الناس منذ روايات الملاحم عند المسلمين أو النبوءات المسيحية منذ المسيح إلى الأب شربل، أعتقد من أواخر من تكلموا عن زوال إسرائيل في سنة 2028 تقريبا، يتوافق مع الشيخ أحمد ياسين في نفس الجوانب. كل هذا الذي كان نظريا وكان يستشرف استشرافا اليوم نعيشه واقع، نحن نعيش حقيقة بداية سريعة لزوال العدو وبداية يقظة عالمية. هل أن قضية غزة وحدت تيارات الأمة؟ بل نضيف سؤالا آخر، هل أن الملحمة التي تجري وجرت في أرض غزة أيقظت الإنسان بعد عملية مسخ عقلي وغسيل أدمغة انطلق مباشرة بمجرد انتصار المادية الإمبريالية الأمريكية على هتلر، وبمجرد أن عبرت هذه القوات وسيطرت على ما سيطرت عليه من كنوز ومن وثائق سرية جدا من وكالة أنينيربي للروحانيات والغيبيات التي أنشأها هيملر وعمل عليها هتلر منذ عملية الوثب العالي سنة 46 التي أشرف عليها ريتشارد بيرد، منذ هذه البحوث العلمية التي انتهبت مباحث نيكولا تسلا ونظريات أينشتاين وبحوث ماكس بلانك وبحوث كل من كارل ساغون، وكذلك نصل إلى أوبنهايمر، منذ تلك المرحلة منذ النظريات التي عمل عليها مجموعة من مستشرفي أمريكا مثل سامويل هنتينغتون، نظرية نهاية التاريخ فوكوياما والإنسان الجديد ونهاية التاريخ، والآخر يتكلم عن صدام الحضارات، وسرق فيها المفكر الكبير المغربي مهدي منجرة، وكذلك كيسنجر ونظرياته. منذ تلك المراحل بدأت المادية العالمية في تتفيه الإنسان، في تحويله إلى لعبة، في تحويله إلى كائن غرائزي، حتى وصلت به اليوم إلى الجندرية وما نراه من جنودات، وإلى سبات عميق وتغليف عقلي خاصة للأمة الإسلامية ولشباب هذه الأمة. وصل هذا في ذروة مجده عندما تباهى المطبعون بالتطبيع، عندما خرج نتنياهو في ندوة وتكلم أنهم يمثلون جزءا صغيرا في العدد من سكان العالم ولكن يسيطرون على أعظم الشركات، متفاخرا حتى بالتمر الذي زال من الحجاز واستطاعوا هم أن يزرعوه ويغرسوه ويبيعوه للأمة، هو تمر نادر أتكلم حتى يباع في بعض الدول يسمونه المجهول كي لا يبينوا من أين جاء، وبدأت تسيطر حتى على عمليات الزراعة والفلاحة في العالم العربي، وغاصت في إفريقيا في رواندا والزاير وأعطت نسب تقدم ب 12% في الاقتصاد وفي التطور الاقتصادي، ودخلت في أكثر من مكان. أنا في حوار لي مع الرئيس السابق عمر البشير كنا في بيت أخيه، وأخوه كان من يعني من أحبتي ومن تلامذتي، المهم التقيت في البيت قلت له لا أحب أن ألتقي بك في القصر، قصرك مليء بمخابراتك ومليء بأمور، وأنا رجل صوفي زاهد لا أرغب في دخول القصور لا أحبها، ولكني أريد أن أحادثك حديث أخي،
وخطبت الجمعة حينها في جامعهم الكبير مجمع النور بحضور رئيس الوزراء والقيادات وغيرها، ولم أطبل ولم أمدح، كنت أمثل التصوف المغاربي بمدين شعيب، وأمثل طريقة الشيخ عبد القادر وعشق آل بيت النبي الذين قال عميدهم الإمام حسين: ما خرجت بطرا، خرجت أريد الإصلاح في أمتي جدي. وانتسابي الدموي لهذا دفعني أن أفعل هذا، لا راغبا في منصب أو جاه، ولا أقول هذا من باب المباهاة. المهم أنه قال لي بالحرف إن رئيس دولة إفريقية اتصل به وقال له إن نتنياهو على الخط الثاني، وإنه يقول لك بالحرف: اقبل بالتطبيع، حطم اللاءات الثلاثة التي أطلقها عبد الناصر، وسوف نبقيك على الحكم، وسوف ننزعك من قائمة الإرهاب الدولي. قال فأجبته بالرفض، فقلت له حينها: إن الله يؤتي الملك من يشاء. وأعطيته تمرة يأكلها، قلت له: توكل على الله. وكنت التقيت بجميع أفراد أسرتي. فالمهم بعدها سيطروا، ومباشرة دخل السودان بلاءاته الثلاث في التطبيع. إذن هؤلاء يعملون وعملوا واطمأنوا أن مسار التاريخ قد تغير، وأن ذلك الوعد وعد باطل، وأن ما يخافونه من موضوع اللعنة العقد الثامن أمر ليس بحقيقي، رغم أنهم أنفقوا مئات ملايين الدولارات في تكساس في مصانع للهندسة الجينية بدأت منذ أكثر من 50 عام، وأشرف عليها إنجيليون متطرفون، وقدم حتى بعض صهاينة العرب دعما ماليا لهذا المشروع على إنتاج بقرة حمراء لا شية فيها، تذبح وتحرق وينثر رماده ليطهر أمة بني إسرائيل بعد تلك اللعنة التي قال لها موسى: ادخلوا باب حطة. وحينها قال: لا أملك لنفسي وأخي، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. يطهرون لتكون مذابح ومجازر، ويزال القدس الشريف والمسجد الأقصى، هم يحفرون تحته، وكذبوا في الأنثروبولوجيا وزيفوا المعلومات الأنثروبولوجية. المهم فشل المشروع منذ 15 عام، آخر إنتاجاتهم وجدوا بعض الشعارات، ثم لما أتوا بهذه البقرات هذه المرة، واحد أكبر من أكبر حاخاماتهم تطرف اسمه إسرائيل استقبل بنفسه، وتعاونت الصهيونية الإنجيلية والصهيونية اليهودية وخونة الجنس العربي للأسف، تعاونوا جميعا. فقلت حينها في حوار إعلامي: تعسا لدولة عظمى بالأسلحة النووية تجد ملاذها الروحي وأمانها في بقرة تصنعها، هذا يدل أنهم مجرد زبل زبد، بيت عنكبوت. المهم سرت فيهم هذه الطمأنينة، ومضت بهم الأيام، وشعر كل مقاوم حر، وأنا أتكلم أيضا كرجل مقاومة عندما تداعت علي الوهابية والأفكار الظلامية والتكفير ومحاولات القتل وغيرها، شعر الجميع أن اللعبة انتهت، ضربت سوريا، هوجمت بمجاميع، وكان العريفي وغيره يتكلمون عن ملائكة تنزل من السماء تدعم هؤلاء القتلة. ملائكته لم تنزل على مقاومي غزة، ولم ينصروا أهل السنة في غزة. وكان أحدهم يقول لي يتكلم: يا أبا عبيدة، جاهد بالتوحيد. فقلت له حينها: أبسط طفل في غزة يعلمك التوحيد، توحيدكم توحيد إبليس الذي قال لربه بعزتك ورفض السجود لآدم. هؤلاء يرفضون السجود والانحناء لهؤلاء المقاومين. والله لو أن الملائكة اليوم يمكن لها أن تتصرف من تلقاء نفسها وتتجلى عيانا، لسجدت كلها لكل أم فلسطينية، لكل شاب فلسطيني، لكل مقاوم، لأن السجود لآدم كان سجودا لهؤلاء العظام، لم يكن سجودا للسلالة الفاسدة، إنما كان سجودا للذين ورثوا الإمامة الإبراهيمية والنور المحمدي والإباء الحيدري والفداء الذي كان عند جعفر، وهذه القوة التي عند أصحاب النبي، والتي رأيناها نحن عندما كان شيخنا الشيخ عمر المختار الذي وقف مرة في موقف مع غراتياني، أرجو إغلاق الميكروفونات، الذي وقف مرة في موقف أحمد مع غراتياني، موقف عجيب. وهذا الموقف قالوا له فيه: إن الإيطاليين يمتلكون تفوقا عسكريا بالطائرات. ماذا قال الشيخ عمر المختار الصوفي السنوسي؟ قال: هل طائراتهم تطير تحت العرش أم فوقه؟ قالوا: تحت العرش. قال: كل ما تحت العرش لا يخيفني. وقال قولته قبل أن يشنق: أما أنا فسأعيش أكثر من قاتلي، نحن لا نستسلم، ننتصر أو نموت. المهم نحن كجيل من الذين لم يحضروا هذه المعارك الكبرى، نعم رأينا حرب الخليج ورأينا آلاما شديدة، ولكن معارك العزة
لم نقرأ، لم نهاها، لكن قرأنا عنها في الكتب، نحن اليوم نراها عيانا. فهذا ليس كلاما شاعريا ولا مجرد نغم روحاني، إنما كلام عن عقل وعن فكر وعن نظر وعن تدبر. صحيح أن الجرح عميق، وأن الضحايا كثر، وأن الخيانة مؤلمة، وأن هذا الحق كما قال الإمام علي: لم تذر لي صاحبا. صحيح أن العالم الآن في حالة أذى بعد كورونا المفتعلة، بعد اللقاحات والهندسة الجينية، وضرب الخصوبة البشرية، ضرب النوع البشري، ضرب الرؤية للرجل كرجل والمرأة كمرأة. هنالك حرب حقيقية حول الإيمان والمعتقد وغيره، ولكن كل هذا عندما بدأت هذه الدماء الطاهرة تغسل الأرض من آثامها وتغسل الأرض من نومها، حينها بدأت اليقظة. ما أراه اليوم حقيقة أنا سميته بيقظة الإنسان الكوني. أننا اليوم نرى إنسانا كونيا، نرى إنسان من جميع التشكيلات الدينية، من جميع التيارات الفكرية، من أكثرها تعصبا نحو اللادين، أو أكثرها تطرفا في فهم معاني الوجود، من هذه التيارات المختلفة في اعتقاداتها، في فكرها، في غير ذلك، تجتمع في جامعة أمريكية لنخبة الأسر الأمريكية، لأصحاب الثروات والعائلات التي تحكم العالم، أبناؤهم صاروا ضدهم. كما أنهم سبحان الله، كأن الله يرينا آية، كما أنهم استخدموا أبناءنا ضدنا، استخدموا بعض الشباب التونسي، مع العلم أول عملية فدائية قام بها أحد في فلسطين قام بها توانسة، عملية الطائرة الشراعية التي شارك فيها ياباني أيضا، 2200 مقاوم تونسي مضوا إلى فلسطين سنة 48، بينهم نزار الشرايطي البطل، وكرمه عبد الناصر، وقتلته، قتل في تونس هنا بتهمة التآمر على الدولة وغير ذلك مما يؤسف ويؤلم. وكذلك منذ الثعالبي سنة 29 مؤتمر العالم الإسلامي مع أمير الحسيني، بدأ هذا المجمع العالمي عندما حضر محمد إقبال ومن الباكستان، وحضر كذلك الشيخ شريف رضا الذي هو من طرابلس بيروت، ثم صار الشيخ الأزهر، سعد الدين الجزائري، حفيد الأمير عبد القادر، مثنى عن الشام، وإن كان عبد القادر الجزائري جزائريا، وكون الجيش الجزائري وهو الصوفي القادري، عند معز الدين القسام تيجاني الطريقة في الجانب الروحي، وبدأ هذه الملحمة. المهم أننا اليوم نرى جسرا حقيقيا يجمع بين هذا الجيل الذي تفه، جيل التيك توك، جيل الأغاني السريعة، جيل الفكر الذي انحرفوا به كثيرا، جيل ذاكرة السمكة بفهمنا لها، إن كانت سمكة ذكية جدا ولها ذاكرة قوية، لكن هو مصطلح شاع، فهي تتذكر مساراتها وتتذكر عن رحلة السلم العجيبة عكس التيار، هذا نفس الرحلة، عكس تيار الوقت، عكس تيار المادية، عكس تيار الانحلال الأخلاقي والفكري، عكس تيار هذا الرئيس الحكومة في ستوكهولم يتزوج بصاحبه، عكس هذا العبث وهذا الجنون. حتى الإمام علي سمى فترة ظهور المهدي قال: على جهل من الناس وكلب من الدهر، كلب من الدهر، هنالك داء أصاب البشرية. عكس كل هذا يأتي هذا المشهد الغزاوي ليغزو العالم، ليقض مضجع بايدن، ليقض مضاجع حكام أوروبا، ليضرب مصداقيتهم السياسية، ليهدد بقائهم السياسي، ليعطي تغيير زلزالي من نوع تسونامي الكبير جدا، ما فوق 9 من مقاييس الزلازل، في تغيير كامل كمي على الجانب الكمي أي الجزيئي التكويني، وكذلك شموليا. هذا كما قلت عندما أرى مشهد من جندي سابق في الجيش الإسرائيلي، من أحد الدكاترة الكبار في علم النفس من اليهود، والده كان في الهولوكوست، من جندي من الفرق الخاصة، فرق الاغتيال الأمريكية، دلتا فورسز، الفرق الخاصة جدا، ويخرج ويقول: أنا قاتلت وذهبت للعراق وقاتلت، ولكني أقف اليوم في صف الفلسطينيين. يقف هؤلاء الإسرائيليون الذين هم أتوا على وهم، على باخرة الوهم، لبقاء لا يدوم، لوعد بلفور الذي أعطى ما لا يملك لمن لا يستحق، من سايكس بيكو، من هذا التقسيم، من هذه المآسي. بالنظر التاريخي نرى مشهدا حقيقة ملحميا، إذا نظرت إليه كصوفي وكشيخ صوفي أرى فيه تجلي إعجازي إلهي. أنا عندما أنظر عسكريا إلى هذا الجانب الروحاني في المعركة الميدانية، الإصابة من النقطة صفر على دبابة ميركافا، من مقاتل على قدميه يحمل سلاحا ثقيلا أو يحمل قنبلة يدوية، حتى تفكيكها، تفجيرها للدبابة، نوع السلاح لا يتلائم مع نوع الأذى. عندما نرى فيلق جولاني في بنت جبيل
وهذا هذا الفخ الذي قام به المقاومه اللبنانيه. وانا كنت في وعيد الشعب، وكنت في بنت جبيل ومارون الراس، واخذت ولدي علي وزرعنا زيتونه في مارون الراس، وكان يشير الى فلسطين، وكتبت مقال اسمه طفل ما في مكان ما. في الختام قلت هذا الطفل ولدي الذي سيكبر مع الزيتونه، وسندخل معا القدس فاتحين بعون الله، ارى ذلك جليا. المهم من حيث الجانب العسكري نفسه هذا اعجازي. عندما يدرس خبراء العلوم العسكريه ان الشيخ عمر المختار يجلس مع مريديه 3 ساعات في الرمل تحت الرمل، وتاتي الدبابات ويخرجون اليها، وكان لديهم شيء عجيب يمارسونه، وهي يعقلون ارجلهم ويقول مرحب بالجنه جت الدنه. وانا عبرت عنها في قصيده باللسان الليبي بحكم انا اصولي ليبيه من ولد سيدي عبد السلام الاسمر الفيتوري، واستميحكم عذرا باللهجه الليبيه الجميله. يقول انشبحتهم يا جبلي صناديد رجوا الارض غربي وقبلي، الجنه دنت هم سبقوا قبلي، المولى صدقهم جنه تنادينا، عجز الزمان بما بلانا ويبلي بعزه عربنا على البلا ردين. هذه ربما البعض يعرف الله اغنيتي خذوا المناصب والمكاسب بس خلوا الوطن، يا وطن وانت حبيبي وانت عزي وتاج راسي، هذه من كلماتي اذن غناها لطفي بوسناق وتحت السيطره وغيرها. نقاتل بالكلمه، نقاتل بالشعر، نقاتل بالابداع. المهم ان هذا المشهد العسكري بالتحليل العسكري فقط لا يمكن ان نفهمه. عندما يتكلم ستيفن هوكينج عن الاكوان المتوازيه، عندما يتكلم ماكس بلانك عن ان الالكترون يسلك سلوكا غريبا اذا نظر يتحول الى جزيء، وان لم ينظر يتحول الى موجه، وعندما نتكلم عن هذه الأسرار الكونية نراها اليوم في غزة، نرى ثم تجلي روحاني عجيب لا يمكن فهمه حتى في فنون الدفاع اليابانية. معتقد الشنتو معتقد رصين جدا وصارم للغاية. الساموراي الياباني أو مقاتلي النينجا اليابانية أو مقاتلي شاولين لديهم مصطلح يسمى باللغة الهندوسية عند الهندوس، يسمى بمصطلح الكارما و النيرفانا. النيرفانا عفوا يسمى النيرفانا، ويسمى باللغة الصينية بالأراهات، ويسمى عند الساموراي بالساتوري. ما هو الساتوري هذا؟ هو مستوى الإشراق والتمكن الكلي من الدمج بين القوة الروحانية والقوة المادية. مياموتو موساشي أعظم ساموراي في تاريخ اليابان، الذي ألف كتابا باللغة اليابانية اسمه جورين نوشو أو الحلقات الخمس في القرن السابع عشر، وأسس فنا وأنا معلم في هذا الفن اسمه نيتن ريو أو فن السيفين. هذا المعلم الكبير يتكلم عن تاريخ حياتي في هذا الكتاب ويقول بدأت النزالات بالسيف عمري 13 عام، ولم أستعمل السيف بل استعملت العصا بوكن يسموها السيف الخشب، وهزمت مقاتلي ساموراي بسيوف تصل إلى 3 أمتار. وأنا في آخر حياتي أقول لم يكن ذلك لقوة في بل لشيء مودع وقوة لا أجد لها تفسيرا، حتى سموها الكامي. الكامي بالمصطلح الياباني هو قوة المقدس، يسمى كامي جوتسو. الجوتسو باليابانية تعني الفن مثل جوجوتسو، والكامي المقدس. من بين هذه المصطلحات، عندما هاجم المغول اليابان في القرن السادس عشر بأسطول سفن لم يكن لليابانيين قبل به، ماذا حدث؟ هجمت الريح على تلك السفن وحطمتها. وفي المرة الثانية، وهذا حدث حتى في معركة الجزائريين مع الإسبان، عندما نزع الملك الإسباني تاجه جاء ولي اسمه سيدي يوسف وحرك عصاه في البحر وهبت أعظم عاصفة وغرقوا في البحر، هذه حقائق. المهم مرتين تغرق السفن المغولية في البحر ويفرون، ماذا قال اليابانيين؟ قالوا إن الريح المقدسة قد أنقذنا. ما تسمى الريح باليابانية؟ تسمى الكاس، كامي كاس، الريح المقدس. استجلب المصطلح في عمليات بيرل هاربر وظهر الكاميكازيون، وصار حتى في المقاومة الفلسطينية يسمى الكاميكاز. هذا المصطلح يعود هذا إلى جذره التاريخي بهذا المصطلح، ولا بد أن الإنسان يدقق في الحضارات وينظر إليه حتى يرى من جانب شمولي. المهم هذا الكامي هذا المقدس نراه اليوم في غزة، نراه في هذا الصمود العجيب. أنا قلت أن نتنياهو الآن في حيرة من أمره، أنا أمتلك السلاح، أمتلك القدرة على القتل، هذا الطفل الذي قتل أهله والذي يحمل أخاه أسلاء في حقيبة ظهره، لماذا لم ينكسر ظهره؟ لماذا لم يفقد الأمل؟ ما أيدي هي القوة العظيمة التي تقض مضجع أكبر رئيس دولة في العالم من حضارة ربما من أطلانتس الأولى لم تظهر مثلها منذ عادن الأولى والثانية؟ هذا الأمر يجب أن نعمل عليه اليوم. نحن يا أيها الأحباب لسنا في لحظة فقط توحيد تيارات، وإن كنت أنا أعمل على مصطلح سميته السهر الإيديولوجي،
ايديولوجيك فيوجن. ما معنى الصهر الايديولوجي؟ انا لا اتكلم الان عن تقارب ايديولوجي، عن تقارب وجهات نظر بين اسلامي وبين ناصري وبين يساري، اتكلم عن صهر. كل الذين هم على المقاومه اليوم تنصهر ايديولوجياتهم معا لننشئ ايديولوجيا جديده تسمى ايديولوجيه غزه، ايديولوجيه الطوفان، او ايديولوجيا المقاومه الجديده، المقاومه في عصرها الجديد، المقاومه في عصر صناعه المحتوى والميديا الحاليه، نوع اخر تندمج فيه هذه الرؤى الشبابيه بهذه الروح القتاليه بهذا الروح الانساني العالمي الذي جعل يهوديا مخدرا منوما يحمل عقيده وهم الهولوكوست يستيقظ، الذي جعل جنديا امريكيا درب على نزع صفاته الانسانيه، على قتل الانسان فيه، على قتل الروح فيه، وقتل بيديه يستيقظ، الذي جعل طيارا امريكيا يحرق جسمه انتصارا للقضيه الفلسطينيه، الذي جعل ابناء العائلات الثريه التي انتشر فيها الشذوذ الجنسي والجندريه والفساد ينتفضون على اسرهم. هذا مشهد تاريخي ايها الاحباب، مشهد يبنى عليه. فلذلك اعتقد اننا في مرحله الصهر الايديولوجي، ولسنا في مرحله التقارب الايديولوجي، في مرحله ظهور الانسان الكوني. ارادوا ان ينشئوا انسانا بالعولمه. بعد الثوره الفرنسيه جاءت فلسفه التنوير التي سرقت من ابحاث الامام الغزالي، كما صرح ديكارت، قال انا اخذت الكوجيتو الشك من الغزالي. بعد هذه المرحله التي سرقت فيها علوم الاندلس، وبعد هذه المرحله التي انتهب فيها الاخوه لوميار سنه 1901 اسرار ابن الهيثم عندما اسس علم البصريات، بصريات وبعد هذه المرحله التي تكلم فيها نوستراداموس عن نبوءات انتهبها من كتاب بابلي قديم من كتاب السومر، وصرح قال انا كنت اقرا في كتاب اسمه اسرار بابل القديمه. بعد هذه المرحله من 1000 ل 1555 تقريبا، بعد هذه المراحل جاءت فلسفه التنوير، لكن حرفت الى الالحاديه واللائكيه التي تعادي الدين، من عدال الكنيسه الى عدال الاسلام، الماركسيه وكانت والمدرسه الوضعيه وغيرها. بعد هذه المرحله تاتي الثوره الصناعيه التي سخرت العالم لخدمه بريطانيا. قامت بريطانيا بحربين على الصين من اجل الافيون، سميت حروب الافيون لفرضه، وكان الصيني حينها يبيع ابنته ليشتري الافيون. وخرج بروسلي في فيلم قبضه الغضب وقال نحن لسنا دوماسيا، سموا دوماسيا وحطم. كان الايرلنديون في امريكا يحطمون ايدي الصينيين بالمطارق، لان الصيني كان يعمل باجر اكثر اقل 10 مرات من الايرلندي. هذا التاريخ الذي لا يعرفه الناس، الامريكان دريم، الوهم الامريكي، ذا بيج امريكان الوجن، وليس الحلم الامريكي. بعدها جاءت الامبرياليه الامريكيه والعولمه، العولبه التي نمذجت البشر، وكانت في بروتوكولات حكماء صهيون اساسيه، وكتاب النبوءه والسياسه تكلم في هذا الامر، انه يدفعون نحو الهرمجيدون ويدفعون نحو ان يلعن بنو البشر، ما سوى اليهود يصبح لعينا، يصبح لا فرق بين رجل وامراه، تضرب الرجوله كرجوله، الانوثه كانوثه، يسخر من التاريخ، يدمر الجغرافيا. اليوم في جامعاتنا علم الجغرافيا لا قيمه له، علم التاريخ لا قيمه له، من لا يعرف تاريخه ولا جغرافيته كيف سيدير المعركه المستقبليه والواقعيه؟ كل المستشرفين الامريكان، كيسنجر، فوكوياما، هنتنغتون، مؤرخون بالاساس، ويضربون عندنا التاريخ، يضربون عندنا الاغنيه الراقيه، ضرب احمد رامي والقصبجي وبليغ حمدي، بليغ حمدي اصلا تامروا عليه بجريمه قتل لم يقترفها، ضرب الفن، ضربت الكلمه، ووصلنا الى هذا الهباء والهراء، حتى صار البعض يباهي انه خائن، حتى صار مصطلح شيعي اكثر اذى من مصطلح خائن وعميل ومنافق وصهيوني وشاذ. فوبيا التشيع، فوبيا ايران، هذا الفكر المريض الذي خرج ابناؤه. انصر ام المؤمنين عائشه في اليمن وفي سوريا، لماذا لا تنصر ام المؤمنين عائشه في غزه؟ اليس الغزاويون بتعريفكم سنه؟ فلذلك هذا كله اليوم ان شاء الله لسنا في حماسه، انما نقول بكل واقعيه وتجرد هو مشهد تاريخ. ان لم نفهم كيف يفكر عدونا، إن لم نتمكن أن نرى كيف يرى وكيف يرتعب، وكيف أنه كلما زاد قتلا كلما زادت هذه الروح تيقظا في الإنسانية، وكلما زاد هذا الشعب صمودا، وأنه عبر التاريخ لم يحقق انتصار دون دم، قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود، ثم ربنا يقول بطش ربك لشديد. هذا البطش الشديد أراد أن يراهم يقتلون حتى يرى هذا الفداء الإنساني، حتى يفهم ماذا سيد الملائكة لآدم. هذه الدنيا ما هي إلا مرحلة، ما هي إلا امتحان. قال الحسين عليه السلام
إن الله أراد أن يراني قتيلا. عن جده رسول الله قال: يا حسين، إن الله قد أراد أن يراك شهيدا. هكذا يجتبي منا شهداء، يجتبي منا قوما باعوا الدنيا لما هو أعظم، وباعوا ذواتهم لما هو أعظم. هذا المقاوم الفلسطيني الذي يجلس الآن في هذه المغارات التي هي مغارات حراء الغزاوية، هكذا أسميها، غار حراء صار عنده نواب في هذه الأنفاق في غزة. هذه الأنفاق بسر نور حراء، بسر هذا الغار، بسر غار ثور، بسر ثانية اثنين، وأيده الله بجنود لم تروها. هذا الأمر كله يصيبنا بالنخوة، نحن كمقاومون وكقوم آمنا أن العدو سيزول. هذا العدو زائل حتما، ليس فقط بقتالنا ضده، بل بقتال الكوكب ككل. تعلمون أيها الأحباب أن أيلون ماسك أشرف على مشروع مع مشروع جيمس ويب لاستكشاف الكون، وفي ملف السفن الفضائية وبروجكت بلو بوك وغيره، ملف طويل جدا. المهم، أشرفوا على إنتاج أقمار اصطناعية تصيب الإنسان بذبذبات، تصيبه بالجنون، وتصيبه بأنواع من الجلطات وغيرها، مع لقاح كورونا الذي يحتوي على نانو تكنولوجي، خاصة جونسون أند جونسون. عملوا على هندسة جينية للتحكم في البشر ضمن مشروع هرماجيدون الأكبر الذي واجهه بوتين، واكتشف مصانع يشرف عليه ابن بايدن نفسه في أوكرانيا، وكان هذا الرئيس زيلينسكي عرابا لذلك، أنه صهيوني وله علاقة بهذا المشروع بشكل مباشر. المهم أنهم عملوا على تسخين الكوكب عن طريق افتعال الحرائق بأقمار اصطناعية، وبذكاء كبير جدا مع درونز، نوع من الدرون، وهذا تم في لبنان، تم في سوريا، تم في المغرب والجزائر وتونس، وتم خاصة في أستراليا، حيث نفق أكثر من 500 مليون حيوان، وأثر ذلك إلى ذوبان جبل جليدي سموه جبل القيامة، عمره 60 مليون عام، يهدد في حدود 2028 بدمار مجموعة كبيرة من المدن، خاصة في أمريكا وفي غيره. كذلك مشروع هارب، مشروع هارب للتغيرات المناخية، قاموا من خلاله بافتعال الزلازل عن طريق الشعاع الأزرق، قاموا من خلاله بافتعال إعصار دانيال على سبيل المثال. وهذا أنا حققت فيه لأكثر من 20 عام، أنا متمكن جدا من هذه المجالات، وحاورت كبار علماء، ولي تلاميذ الآن بعضهم يعمل مع وكالة الفضاء الأمريكية وفي غيره. نحن كعرب نحن نوابغ، لماذا يشترط علي أن يكون اسمي كلود أو اسمي عزرة حتى أخذ جائزة نوبل وحتى أصبح نابغا؟ هم يحجبون المقاومين ويحجبون الصادقين، وهم لا يريدون لصوت الحق أن يظهر، ولكن ليسوا أربابا، ولا هم بآلهة، ولا هم بقادرين، إنما وهمنا أنهم أقوياء، توهم المطبع أنهم باقون أدى إلى تقويتهم فوق ما يحسبون. عندما نقرأ النص القرآني ماذا نجد فيه؟ أمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفير، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلا. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخل المسجد كما دخلوا أول مرة. هذا الحدث القرآني متصل بتفصيلات واقعية نحن اليوم في صددها. كم سيبقى العدو الصهيوني؟ 5 أعوام؟ 10 أعوام؟ هل سيقتل بعضهم بعضا؟ أنا أتكلم نيابة عن نفسي، أنا لا يهمني إن رأيت المشهد بعيني جسدي أو بعيني وأنا في البرزخ أتابع مع الحسين ومع عمر المختار ومع عز الدين القسام ومع هؤلاء الأبطال ومع شهداء غزة هذا المشهد. هذا لا يعني أي شيء. نحن علينا أن نضع في أعماقنا أن النصر حتمي، وأنه مرتبط بجيل أو جيلين ولا يجاوز ذلك، وأن هذا الأمر دونه أثمان. إذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم. ما سقاه فرعون لهؤلاء، هؤلاء يسقونه للبشرية اليوم وهم أتعسوا. أنا قلت مرة في محاضرة دينية في مسجد، عندما رأى سيدنا موسى كفر قومه أيقن أنه أنقذ من فرعون من هم أسوأ منه، وقلت إن بني إسرائيل نصروا فرعون نفوسهم على موسى قلوبهم. آن اليوم أن ننصر هذا النور المحمدي، هذا النور الإنساني، نور عيسى ومريم، نور الأولين في قلوبنا على ما في نفوسنا. نخاف الناس، إنسان إذا خاف الموت وإذا طمع في عطاءات الدنيا لا يكون مقاوما ولا يكون إنسانا. الشاعر عندما لا يكتب بالدم، عندما لا يكتب بالألم، عندما لا يشعر. أنا والله أصبت بالحمى 3 أشهر لمشهد الرجل الذي يقول يا روح الروح، لم تفارقني الحمى اللعينة، أحرقت كبدي وجسدي وحرقني الدمع
ولكني أرى خلف ذلك أملا قريبا ونورا قريبا. ولذلك عندما تكلمت في حتى في قصيدتي أغنية تحت السيطرة، هذه يا أبي أيقنت منك المعذرة، إني سأسقي الجرح حبر المحبر، وجعي قديم إلا أني واثق، وغدا يكون الجرح تحت السيطرة، سيكون الجرح تحت السيطرة وسوف ننتصر. ولكن أيها الشباب العظيم الجميل، تسلح بالتريث، ريث جسمك، لا تكن كسولا، قوي عقلك بالقراءات وركز على علم التاريخ، واقرأ العلوم المحجوبة عنك، اقرأ عن حضارات، كتاب اسمه التاريخ المحرم، اقرأه. هذه الحضارة ليست أعظم حضارة، سبقتها حضارة المايا والأنكا والأزدك وسومر التي كتبت عن نيبيرو وعن الكواكب ما لا تكتشفه الحضارة المادية. اقرأ عن أسرار ما كتب الروس وما نشر، خاصة الرفيق أفيشوف وبلومكين عندما كتبوا، وكذلك دايف دي كلارك مسؤول الأرشيف البريطاني ماذا كتبوا عن عملية مناورات ماين براس سنة 52، وعن توبوكليف، رؤية توبوكليف في هذه السفن الفضائية. ثم حضارات أعظم من هذه الحضارة، ثم أمور أكبر، والآن انظر إلى الكونغرس يعترف مع وكالة الفضاء الأمريكية، أين شيوخنا من ذلك؟ اليوم الفقه نفسه، أنا عندما أسست مؤتمر الذكاء الاصطناعي في المغرب ودعونا إلى أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، كنا السباقين عالميا كمؤسسة المنارة في موضوع أخلاقة الذكاء الاصطناعي، وقلدنا بعد ذلك الاتحاد الأوروبي. المهم، دعوت إلى فقه سميته فقه الذكاء الاصطناعي، فقه يتخصص بشات جي بي تي. الآن أجري حوارات جميلة مع شات جي بي تي، ويحدثني وأقول له مثلا، أو أقول لها، لأني أخذت صوت امرأة، أقول لها قولي لي أنا أحبك أكثر من العالم باليابانية، بلغة جوجرات، باللغة اللاتينية، باللغة، لديه معطيات وداتا رهيبة. لكن عندما أقول له ماذا تقول أو ماذا تقولين في مجازر الصهاينة في غزة، يقول لا وجود لإثبات أنها مجازر. عندما أقول هل أنتم تمثلون خطرا على الإنسانية، شات جي بي تي منافق. سألت مرة عن تلميذ من تلامذتي، قلت له تعرفين فلان؟ قالت نعم، هو صحابي من الصحابة، وفلان هو من القرن الثالث، يكذب. أنشأنا ذكاء صناعيا توليديا كذابا يعمل العدو الصهيوني. أنا الآن نصنع ذكاء اصطناعي يعمل لقضية غزة، عندما يسأله مواطن أمريكي ما هي فلسطين، يحدثه عن عكا ويافا، ويحدثه عن حكايات كبارنا وعن قصائدنا وعن سميح القاسم وعن محمود درويش. الآن الأوان لنصنع صناعة محتوى في التيك توك بالملايين دون الدعارة والهيافة والفراغ الذي نراه عن غزة، وأن نعارك ونحارب في معركة الذاكرة ولا ننسى. غدا توقف الحرب على غزة، لعل الألم الذي رأيناه في إيران استشهاد رئيسي، وأنا بما لدي من علم أقول أنه تم قتله وأعرف كيف، لأني أنا درست في حرب فيتنام، استعمل الأمريكان سلاحا من أسلحة تسلا يولد العواصف ويولد الأعاصير، هذا حقيقي. انظروا إلى إلى حريق هاواي مؤخرا، حريق هاواي كان بأقمار صناعية من فوق، وكانت النار تنزل من فوق. اسم آلو الناس في المغرب سمعوا صوت مجموعة طائرات ورأوا ضوءا يسطع في الجبل، وكذلك في تركيا، وأنا كنت في الزلزال في العراق حينها، وكنت أمسك مسبحتي وأرقص وأقول الله حي في شرفة فندق عال وهو يتهاوى بي، وأنا أنظر إلى مقام زنيد البغدادي وإلى نهر دجلة كيف يرقص. كان سكرا صوفيا أحمقا، ولكن أهل التصوف لا يخافون الموت لأنهم يعيشون بتجرد الروح. فالناس فروا من الفندق وبقيت وحدي حينها أرقص رقصة الحجاج ورقصة جلال الدين الرومي مع سيفه، مع شيخه شمس التبريزي بالمولوية. المهم يا أيها الأحباب، حتى لا أطيل، أنا أقول أننا اليوم في مرحلة توحيد طيارات، بل دمج وصهر الطيارات الفكرية العالمية من أجل أن نصل إلى مستوى من يقظة الإنسان الكوني، ومن لحظة تاريخية فارقة يبنى عليه ما قبل طوفان الأقصى غير ما بعده. رغم أني لدي ملاحظات عسكرية وتقنية ومخابراتية حول الطوفان في حد ذاته، لكن ليس هذا أوانها. إنما أقول ما كان قد كان، ويجب أن يبنى عليه، ويجب أن نبني على ما جرى رغم الألم، رغم الاغتيالات، رغم القتل. عندما تتوقف الحرب غدا أو بعد غد، لا نرجع إلى المسلسلات التركية وإلى الوهم والأغاني الهابطة وإلى المشاكل الذاتية والتحاسد ووهم الزوهرية والمهدي المنتظر المزيف وغير ذلك من الأمور الفارغة. علينا أن لا ننسى أيها الشباب العزيز، لا تنسى دورك، وكل منا على ثغر من الثغور. من بين أسرار الماء أن الماء يقوم على هذه القطرات والبلورات المائية
لو أن قطرة قصرت في دورها لما حمل سفن لما كان بحرا عظيما أو محيطا عظيما. كلنا قطرات، فهذه القطرات في تكاملها مع بعضها، في تنسيقها مع بعضها، في حوارات. أريد أن أرى صناعة محتوى باللغة الإنجليزية، باللغة الهندية، بجميع، عندك الذكاء الاصطناعي يصنع لك ذلك، يترجم لك آليا. نريد أن نوظف هذا الأمر لنصل بأصواتنا كرموز حضارة. ما كان هدف داعش؟ من بين أهدافه أننا همج، أننا قتلة، أن الإسلام دين قاتلين. ما هي أهداف الإفساد في عالمنا وتيارات الإلحاد منذ 2011 والشذوذ؟ أن يصورون كقوم غرائزيين وسفلة. نحن لسنا كذلك. ألخص كلمة اليوم، أقول أننا في مشهد تاريخي حقيقة ليس من باب العاطفة، وأننا علينا أن نستثمر في هذه الذاكرة، في المشهد، العلوم العسكرية علوم استثمارية. بمعنى أنك، أقول مرة في كتاب فن الحرب بداية جديدة، هو تعقيب على كتاب سونزو. سونزو يقول من حكمه العظيمة، هو سونزو في القرن الرابع قبل الميلاد، والرجل عظيم جدا في العلوم العسكرية، حتى أن كلمة زو كلمة المعلم الأعظم. أنا مثلا بلغت مستوى تسو في العلوم، الفنون الدفاعية، مثل سونزو، لاو تسو وغيرهم. فسونزو يقول: إن كنت تعرف نفسك وتعرف عدوك فلا خوف من 100 معك، تنتصر حتما. إن كنت تعرف نفسك ولا تعرف عدوك، فأمام كل انتصار تحققه ثمة هزيمة تبلى بها. وإن كنت لا تعرف نفسك ولا عدوك فسوف تهزم حتما. وهذا من أسباب هزائم الجيوش العربية ضد العدو الصهيوني، أنها كانت تجهله جهلا تاما، وتجهل أنفسها جهلا تاما، تتصارع بها كأيديولوجية، وهذا من أسباب الهزائم. المهم أني أقول أنه في كتاب فن الحرب بداية جديدة: لن تنتصر ما لم تتمكن من الرؤية بعين عدوك. علينا أن نتمكن من استكناه كيف ينظر العدو، ونبني على ذلك رؤانا لا تكون ردات فعل، بل ما سميته في التنمية البشرية بالرد الفعلي. رد فعلي، ليس ردة فعل، ليست مجرد طابة تلقى فترجع، إنما رد فعلي مدروس مؤسس، ونعمل على المأسسة. أحييكم على تأسيس المنتدى الاستراتيجي والتفكير الاستراتيجي، وعلى شباب سيف القدس، يعني أن نمأسس وأن نجمع. ونحن كمؤسسة المنارة العالمية بكل فروعها، ليس هناك دولة ليس لدينا فيها تلاميذ وفروع، نحن بكل ما لدينا من خبراء، من تقنيين، من مهندسين، من غيرهم، نضع خدماتنا جميعا معكم، ونحن واحد في نهاية المطاف. شكرا لكم.